أهلا بكم سيداتي وسادتي إلى هذه النشرة من الفضائية التشادية. استقبل اليوم رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو بالقصر الرئاسي وزيرة الجيش الفرنسي فلورنسا بارلي مستقبل الشراكة والتعاون في المجال العسكري والوقوف على قوات برخان وقوات الدول الساحلية الخمس هي محور اللقاء. وتأتي زيارة الوزيرة إلى تشاد في إطار جولة إفريقية تقوم بها من أجل تفعيل دور قوات دول الساحل الخمس لمكافحة الإرهاب. تقرير رشاد رمضان. تندرج زيارة وزيرة الجيش الفرنسية فلورنسا بارلي للبلاد في إطار جولتها التي تقوم بها لدول المجموعة الخمس الساحلية، حيث وصلت إلى البلاد مساء أمس والتقت بقيادة العسكرية الفرنسية المشاركة ضمن قوة برخان بقاعدة أنجمينا. وخلال زيارتها للبلاد حظيت بارلي بمقابلة فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو على رأس وفد رفيع المستوى ضم قيادة عسكرية فرنسية والسفير الفرنسي لدى البلاد. المقابلة التي حضرها وزير الشؤون الخارجية والتكامل الأفريقي والتعاون الدولي والوزير المنتدب لدى رئاسة الجمهورية المكلف بالدفاع الوطني والمحاربين القدامى وضحايا الحرب وبعض معاوني فخامة رئيس الجمهورية بالأمانة العامة والمكتب العسكري. أكدت فيها وزيرة الجيوش الفرنسية على دعم بلادها لتنامي القوة المشتركة لمجموعة الدول الساحلية الخمس في حربها ضد الإرهاب والتهريب والجريمة المنظمة، الأمر الذي أصبح يزعزع الأمن والاستقرار بالمنطقة. فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو قال إن تشاد تعمل بجد مع شركائها للقضاء على الإرهاب وسلامة المنطقة من شرور الإرهابيين، مثمنا في الوقت نفسه بالدور الفرنسي لدعمه دول المجموعة الساحلية الخمسة في حربها ضد الإرهاب وتفعيل دور وعمل قوة البرخان. وبعد خروجها من المقابلة أكدت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنسا بارلي للصحافة بأنها سعيدة بهذه المقابلة، مضيفة بأنني قد زودت بمعلومات تساعدنا كثيرا في كسر شوكة الإرهابيين. بدأت جولتي الساحلية بدولة تشاد لأقف على معرفة أحوال قوة البرخان المتواجدة بقاعدة أنجمينا، حيث إن لتشاد وبلاد فرنسا علاقة تاريخية قديمة تنصب في مصلحة الطرفين. وكان لقائي مع فخامة رئيس الجمهورية حيويا ومثمرا، وسأزور القوة المشتركة بقاعدة غاو وذلك تحقيقا لمخرجات القمة الفرنسية مع مجموعة الدول الخمسة الساحلية التي عقدت خلال الأسابيع الماضية بباماكو العاصمة المالية، ولألتقي مع الجنرال قائد القوى المشتركة لتفعيل الجدول الذي وضعه الرئيس الفرنسي مع نظرائه بدول المجموعة لتسهيل عمل القوى المشتركة للقيام بأولى عملياتها ضد الإرهاب. ومن المتوقع بأن وزيرة الجيوش الفرنسية ستواصل زيارتها للدول المجموعة الساحلية الخمسة، حيث تلتقي خلالها بكل مع الرئيس المالي بوبكر كيتا والنيجيري محمد يوسف، وهي فرصة لبذل مزيد من الجهود لدعم القوة المشتركة لتلعب دورها الأساسي في محاربة الإرهاب وتحديدا جماعة بوكو حرام.